أقامت جامعة دار الحكمة حفلاً لتكريم الفائزين بجوائز التميز في دورتها السادسة من أعضاء هيئة التدريس والطالبات المبدعات والمبتكرات في عدد من التخصصات. إلهاماً باسم جامعتكم العريقة دار الحكمة، نحن بمس الحاجة إلى تعزيز مفاهيم جديدة للحكمة بين أبنائنا الطلبة من البنين والبنات على حد سواء، وذلك من خلال تعزيز قيم الابتكار، بأن نحرص جميعاً على توجيه الأجيال القادمة نحو كيف نكون مبتكرين وكيف نكون مبدعين، وهو ما ركزت عليه بشكل جلي رؤية السعودية 2030 من أجل تحقيق التنمية المستدامة لمملكتنا الغالية، وعبرت عن أيضا تطلعات الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد حفظه الله في أغسطس من العام 2022 لتعزيز تنافسية السعودية ضمن مصاف الدول المتقدمة عالميا للعقدين المقبلين. إن شاء الله بإذن الله هنستمر في هذه المسيرة، لأن هذه كانت مسيرة المؤسسين حريصين على التميز في دار الحكمة وحريصين على أهداف الجامعة، فهذه الجائزة هي عبارة عن استمرارية لأهداف مؤسسي جامعة دار الحكمة بإعداد رواد وقادة أعمال. الحمد لله أنا فزت بالمركز الثاني في جائزة الأستاذة مايدة محي الدين ناظر، وكان عبارة عن اختراع، وإن شاء الله هذا الاختراع تم تسجيله في الهيئة السعودية الملكية الفكرية، وإن شاء الله مستقبلاً راح يكون موجود. شملت الجائزة 5 مجالات رئيسية، من ضمنها جائزة الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز للتفوق العلمي، وجائزة الأستاذ إبراهيم عبد الفتاح جليدان للأداء الأكاديمي والإداري المتميز، كما أضيفت مؤخراً جائزة الأستاذة مايدة محي الدين ناظر للابتكار، حيث تم إطلاق الشعار الخاص بالجائزة أثناء الحفل. أطلقت الجائزة برعاية من السيد عبد الله صالح كامل، وهي تكريم لوالدته السيدة مايدة محي الدين ناظر، وكان المجال هو الابتكار، فأصبح لدينا جائزة مايدة محي الدين ناظر للابتكار، أطلقناها من دار الحكمة، اشتغلنا على مدار عام كامل في عملية كيفية حوكمتها، كيفية التقييم وخلافه، حددنا 3 مسارات تتوافق مع مجالات العطاء العائلي للشيخ صالح كامل رحمه الله، عندنا مسار اللغة العربية، مسار جودة حياة كبار السن والمكفوفين، ورفع كفاءة العاملين في السياحة والدينية، بما توافق مع توجهات العائلة في العطاء الاجتماعي. أول شيء اشتغلنا على ابتكار أنا وفريق العمل، كلنا متخصص الهندسة المعمارية، الفريق كان مكون من 4 طالبات، أنا رؤى محمد وزين الشام عمار ومريم باجابر ونور الرشيدي. طبعا كان الابتكار هو يخدم فئة كبار السن والمكفوفين، هو عبارة عن عصا ذكية سميناها ساعد، تسهل عليهم أمور حياتهم وأيضا تنقلاتهم، ولتمكنهم من أداء وتسهيل حياتهم في المجتمع. والحمد لله طبعا فزنا بالمركز الأول في هذا الجائزة، وإن شاء الله نتمنى أنه ساعد يرى النور ونحقق هذا الابتكار. يعني شعورنا اليوم صراحة لا يوصف، يعني المركز الأول ولا حتى المركز الثاني مبارك للفائزين، بس القيمة الأسمى اللي طلعنا فيها من المشروع إنه نحن قدرنا إنه نخدم في المجتمع، وإن شاء الله حنظل مع بعض يداً واحدة إلى أن ترى عصا ساعد النور. تشجع مثل هذه الجوائز على التميز ودعم الموهوبين والمبتكرين لمساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتطوير مواهبهم. لقناة إقرأ من جدة أحمد الشبيلي.